قناة شباب نتني، والسلام عليكم. ترفض الجماهير البرتغالية نسيان ما شهده يوم 25 يونيو 2004، التاريخ الذي ارتبط بإنجاز لا يصدق بطله الحارس ريكاردو الذي قاد منتخب بلاده لحلمه 40 سنة. في ذلك التاريخ تمكن ريكاردو من دخول قلوب جميع البرتغاليين في اللقاء الذي كان أمام إنجلترا برسم دور الربع النهائي من كأس أمم أوروبا. خلاله احتكمت المباراة لركلات ترجيح، وعندها قام ريكاردو بالتصدي لإحداها وهو عاريتين قبل أن يتولى تسديد الركلة الأخيرة ويهدي البرتغال التأهل للمربع الذهبي بعد غياب دام 40 سنة عن هذا الدور. تلك المباراة وتلك الفدائية والروح التي أظهرها ريكاردو آنذاك استثنائية للعالم وخالدة لجماهير البرتغال التي عاشت ذلك الحدث. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.